الخير خياتي، نقولكم صباح الخير بالورد والياسمين، ونتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وخياتي هذا هو الاجواء تاع العرس اللي هنا في فرنسا، بغيت نبارطاجي معكم شفتوا الخرجه تاع العروسه من دار باباها. يعني هذا العرس عرس مغربي كما يقولوا على حق وتريقوا. نتمنى ان شاء الله العرسان ربي يهنيهم وربي يكمل لهم بخير، ونقول العائلتين الف الف مبروك، ربي يهنيكم وربي يهنيهم ان شاء الله. وما قعد لي غير نقول لكم البنات راهو مكتوبه على الابواب، نقول لها الف الف مبروك، ربي يكمل لهم بخير ان شاء الله ربي يهنيهم. ولي ما جاش مكتوبها ان شاء الله كيما اليوم ونفرحوا بكم. والبنات قالوا لنا زمان عرس ليله وتدبير عام، نتمنى كل وحده ان شاء الله ربي يرزقها بنفس مومنا وربي يسخر الامور لكل واحد يا رب العالمين. وخياتي كيما انا راني معروضه هذا العرس، نتوما ثاني راكم معروضين معايا، وما قعد لي غير نقول لكم فرجه ممتعه.
وخياتي هذا هو الفياج درنا باغي ماروك، عرس تقليدي على حقه وطريقه وعادات وتقاليد مغربية. كما نعرفوا في كل بلاد عندنا عادات وتقاليد تاعنا، يعني نحترموها، يعني في أي بلاد في لوروب ولا في بلادنا نقعدوا منها نشدوا في تقاليد تاعنا اي اون ميم طون نعلموا وليداتنا. ونتمنى ان شاء الله العرسان نقول لهم الف الف مبروك، ربي يهنيهم في حياتهم الجديده. و فريمون هاد العرس جاز مخالف، يعني جاز ما شاء الله. ونشكر مالين العرسان على حسن الضيافه، نقول لهم يعطيهم الصحه وكثر خيرهم على نهار تاع اليوم. وما قعد لي غير نقول لكم خياتي اللي دخل معنا جديد في القناه، نقولوا مرحبا بك في قناتي قناه لو موندو اسيا. وان شاء الله هاد لا فيديو كانت خفيفه وظريفه على قلوبكم، نتمنى ان شاء الله تبارطاجوها مع ناسكم وحبابكم. وما قعد لي غير نقول لكم بقاو على خير، ان شاء الله فيديو مع خير. سلام. محمد.